طبعا مولد 1980، فكانت فتره الثمانينات هذه هي فتره اللي كنا نمارس فيها كره قدم، خصوصا بالفريج ولا في البراحات. فمثل ما قلت لك هي اللعبه الشعبيه الاولى بالكويت، فاتجهنا دائما على كره القدم. اتجهت لنادي التضامن طبعا مع اصدقائي اللي بالفريج وكذي، كنا في منطقه العمريه. فرحنا مجموعه لاعبين يعني، وشاركنا هناك في التدريبات، وتم اختيار كذا لاعب وكذا عنصر. يمكن كان في موسم 1992-93 يعني، كنا صغار بالعمر 12-13 سنه يعني. شاركنا طبعا هناك مع الفريق موسم كامل، وكوني انا كنت العب في نادي التضامن. طبعا كنا نتاثر احنا باللاعبين الكبار يعني، لاعبين الجيل الذهبي اللي كنا نشوفهم، فدائما احنا كنا نحاول نقلدهم يعني. ففي فتره اللي هي فتره الفريج واللي كنا نلعب فيها مع الشباب برا، فدائما كل واحد تاثر باللاعب. فانا من الناس اللي كنت معجبين في اللاعب فتحي كميل، وكون ان اللاعب فتحي كميل كان يعني عنصر مهم في الكره الكويتيه بنادي التضامن، وقرب نادي التضامن من مسكني اللي منطقه العمريه، اتجهنا انا واصدقائي اللي كنا بالفريج نلعب دائما نمارس هوايتنا يعني في اوقات الفراغ لنادي التضامن. وشاركنا هناك تدريبات يعني اعتقد في موسم 92-93 يعني، كانت اعمارنا 12 سنه. ما استمريت انا يمكن في اللعبه فتره طويله، كون ان انا لما كنت في المدرسه كان اللي يشرف علي او المدرس اللي كان طبعا مسؤول عني في مرحله الدراسه اللي هو كابتن عباس البصري. كابتن عباس البصري يعني طبعا اسم كبير في العاب القوه. الأمانة انا تاثرت في هالشخص وخلاني احب اللعبه، كون اللعبه ترى يمكن شعبيا مو منتشره. ثانيا ممله اللعبه، فاللي ما يمارسها يشاهدها يمكن يمل منها. بس دشيت مع انا المجال هذا وحبيت اللعبه يعني خطوه بخطوه. طبعا اثناء وجودي فتره الدراسه تحت اشراف الكابتن عباس البصري، كنا نشارك في بطولات المدارس يعني، كان يتم اختيارنا على حسب امكانيات الجسمانيه للاعب او الطول او السرعه. فشاف فيني ان عندي ممكن المهارات اللي اقدر اشارك فيها في بطولات العاب القوه. بطولات العاب القوه يعني تعتمد يعني يا على السرعه يا التحمل يا القوه. فهو اختارني في جانب التحمل، لعبة المسافات الطويلة. الأمانة كانت يعني هي اللعبة تحتاج مجهود كبير، تحتاج لياقة بدنية عالية، وتحتاج تدريبات طبعا. فلما يعني تم اختياري أن أكون أنا من ضمن الفريق الخاص في المدرسة، يعني الحمد لله حقق نتائج جيدة على مستوى المدارس دولة الكويت. وعلى اثره حاول اقنعني ان ترى يعني انت ممكن تكون لاعب زين في العاب القوه، يعني هو اكتشف فيني ان انا ممكن اكون لاعب زين في العاب القوه، قال لي مارس كره القدم، اذا انت تحب كره القدم مارسها. طالما انت موجود في نفس النادي تقدر تمارس اللعبه هني وهني، وقبل تقدر تسجل في لعبه جماعيه وفرديه عادي. في البدايه انا كان تسجيلي كره قدم. وكانت الرغبة الأولى كرة قدم. فمن بعد ما تم اختياري أن أكون لاعب ألعاب قوة، فصار في يعني مثل ما تقول يومين أتمرن في ألعاب قوة وثلاث أيام كرة قدم. بس تعلقت في ألعاب القوة أكثر لأن قمت أنجز فيها وشفت نفسي أن أنا ممكن أعطي أكثر. يعني كرة القدم ما استمرت فيها فترة طويلة، خصوصا في نادي التضامن، لأنه كان يعج بالنجوم صراحة. نجوم كبار يعني مثل المرحوم الله يرحمه ناصر السوحي، جمال مبارك، طبعا هذا الجيل شوي اكبر مني ولكن انا كنت اشوفهم بالملعب، فكان في يعني وفره نجوم عندهم. فالعاب القوه كان وقتها نادي التضامن متميز امانه، كان يحقق كاس التفوق في بطوله العاب القوه على مستوى الكويت، كان من ضمن يعني الفريق يمكن 6-7 عناصر يلعبون في المنتخب. ممكن اذكر بعض الاسماء: بدر امان، يونس سكين، عادل عبد المجيد، علي عبد المجيد، مشعل صلبوخ، يعني مجموعه ما شاء الله كانت يعني ابطال على مستوى الكويت. فكنا نحقق نتائج جيده في العاب القوه. بالنسبه حق العاب القوه يعني بالذات انا تم اختياري اني العب في لعبه مسافات طويله.
لأن تحتاج مثل ما قلت لك لياقة بدنية عالية، تحتاج تحمل. بالنسبة للتدريبات، تدريبات جدا شاقة كانت، يعني كان بعض التدريبات تتطلبنا نتمرن في أماكن مفتوحة مو داخل الملعب، يعني ممكن نستخدم نروح، كان الله يذكره بالخير الكابتن عباس كان يودينا البر، اي لما كان الجو حلو كنا نركض بالبر، فمسافات طويلة، فيحسب بالتايم احنا ايش كثر قطعنا مسافة، متى انا شوي ازيد بالسرعة، متى اقلل، فكان يعطينا التكنيك هذا في أماكن مفتوحة. ساعات على البحر كنا نروح، طبعا هي البطولات دائما تكون خصوصا بطولات اختراق الضاحية اللي هي مسافات طويلة تكون دائما كانت يسوونها على البحر على شاطئ الخليج، فكان يعني التنظيم كله هناك يكون. حاليا يمكن تغير المكان، قام يروحون نادي الصيد الفروسية اعتقد او اماكن ثانية. مروا علي يعني كثير من المدربين واستفدت منهم يعني الأمانة، يعني مثل نتكلم عن كابتن مساعد شوي، الكابتن مساعد سيف، طبعا مدرب قدير يعني كابتن مساعد سيف كان هو رئيس الجهاز التدريبي في نادي التضامن، حماد الحماد، يعني ممكن هذا بعض الشخصيات اللي أنا الأمانة استفدت منهم خلال مشواري في ألعاب القوة. شاركت طبعا في بطولات محلية على مستوى الكويت هنا، حققت ميداليات، حققت إنجازات، تم اختيار المنتخب الشباب، كانت عندنا بطولة في الإمارات العربية المتحدة، شاركت بس ما توفقت في البطولة، يعني ما حققت إنجاز، بس كان رقمي زين يعني في لعبة 800 متر. يعني هني عاد بلشت أنتقل من مرحلة المسافات الطويلة للمسافات المتوسطة في لعبة ألعاب القوة. المسافات المتوسطة اللي هي تتكلم عن 400-800 متر، 1500 متر، هذه تعتبر مسافات متوسطة. للأمانة شفتها أصعب بس أمتع، لأن دائما البطولات تكون داخل المضمار، مو نفس اختراق الضاحية يكون خارج اللي هو الماراثون، يكون خارج في مساحات في أماكن مفتوحة. يعني البطولات المسافات المتوسطة تكون داخل المضمار، تكون فيها المنافسة أقوى، العدد أقل طبعا المشاركين، ففيها صعوبة ولكن فيها متعة أكثر. تختلف تدريبات المسافات الطويلة عن المسافات المتوسطة. المسافات المتوسطة طبعا تدريبات مثل ما قلت لك داخل المضمار، لها تكنيك معين، لها تدريبات معينة غير عن المسافات الطويلة. المسافات الطويلة يمكن تعتمد على التحمل أكثر، هذا التحمل على تعتمد على التحمل والسرعة، فكانت التدريبات ممتعة بس شاقة كانت أكثر، لأن المسافات المتوسطة بالنسبة حق أي لاعب ألعاب قوة دائما يحس أنها هي أصعب من المسافات الطويلة. المسافات الطويلة رتم واحد ممكن يزيد يقل شوي، بس المسافات المتوسطة لا، يكون فيها تكنيك، متى أنت تزيد السرعة، متى تقلل السرعة، فاختلفت معي وايد يعني هذه. الأمانة لعبة ألعاب القوة هي تحتاج استمرارية، استمرارية في التدريبات، استمرارية في المشاركات، لأن أنت إذا لو توقف شهر ممكن تأثر، مو نفس اللعبات الثانية. اللعبات الثانية ممكن ترجع خلال شهر تعد نفسك وتلعب الموسم اللي بعده. ألعاب القوة لا، تحتاج استمرارية، تحتاج متابعة، تحتاج حتى تهتم في الجانب الصحي والجانب التغذية والبدني وتركيزك ونومك أكثر. كان يمكن وصلت مرحلة ال 18-19 سنة، بلشت دراستي الجامعية في كلية التربية الأساسية، تخصص تربية بدنية كذلك، فشفت نفسي ماني قادر أوفق بين الدراسة وبين يعني هوايتي في ألعاب القوة، فابتعدت أنا على الرغم أنه بعد ما انتهيت خلص دراستي يعني أخذت شهادات تدريب في ألعاب القوة، يعني أنا كنت أحب اللعبة، فاللعبة أخذت فيها شهادة تدريب ومارست يمكن سنة تقريبا أو موسمين مع نادي التضامن، بس ما كملت وياهم كون ظروف يمكن العمل شوية أثرت علي. وقتها ما كان في تفرغات رياضية الواحد يمكن يستفيد منها، يكون عنده وقت يوفق بين العمل وهذا، فما قدرت أستمر في التدريب.